السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب ابتداء من هذه الليلة والأيام القادمة إن شاء الله. فهناك بوادر خير ومازالت التوقعات ثابتة، وإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر مستجدات الحالة الجوية بالمغرب. فبغيت ربي يساركم مستجد دمنا بلايك وتشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل. ويحتمل بإذن الله ابتداء من بعد زوال اليوم أجواء نسبيا سوف تبقى مستقرة في معظم مناطق المملكة إن شاء الله. بالنسبة لتوقعات يوم الأحد أجواء كذلك مستقرة وتغييرات مهمة، أمطار عاصفية قادمة إلى المملكة. يوم الثلاثاء اضطرابات جد معتبرة، أمطار حاضرة على قرميم وكذلك تيزنيت وطانطان أكادير وتوريت، وكذلك تساقطات ثلجية كثيفة إن شاء الله. أمطار حاضرة على الداود إيمتانوت أمزميز وكيمدن حول، سوف تعرفوا تساقطات أمطار جد غزيرة ومعتبرة إن شاء الله. وسوف تصل تراكمات الثلوج إن شاء الله على وكيمدن، أمطار جد معتبرة سوف تكون أعلى 1300 متر تساقطات الثلوج. بالنسبة لك أمطار حاضرة إن شاء الله لتبانت مراكش وشيشاوة وكذلك الداود إمتانوت شيشاوة خمسة الحاج، أمطار حاضرة إن شاء الله الجديدة الوليدية أسفي، أمطار ضعيفة محليا مع احتمال ربما عواصف رعدية، أمطار حاضرة على كيكو بإذن الله تبقى أمطار ضعيفة محليا مع احتمال دخول منخفض جوي أطلسي محمل بأمطار غزيرة. ويوم ان شاء الله الاربعاء امطار خضر حاضرة على شمال المملكة، امطار نسبيا تبقى ضعيفة محليا. بالنسبة ليوم الخميس فيحتمل باذن الله اجواء كذلك ستبقى مستقرة مع دخول اضطراب قوي جدا على شمال او اقصى جنوب المملكة على القويرة باذن الله، القويرة الداخلة العيون بوجدور سمارة باذن الله اسردو اورفود، امطار غزيرة ومعتبرة على اخونير وكذلك العيون وطنطن وقلميم وسمارة وتيزنيت وكذلك اتباها بولفاع والقويرة وكذلك قلميم وبوجدور واسدي افني، امطار غزيرة وقوية ان شاء الله. سوف تشهد الاقاليم الجنوبية للمملكة وسوف تتجدد تساقطات المطرية تدريجيا الى الجنوب الشرقي باذن الله، وامطار غزيرة معتبرة خصوصا على فومزقيت زاغورا طاطا تيزني تانتاليوين وورزادات وتنغير وتبانت ومراكش وكذلك مرتفعات الحوز، امطار غزيرة معتبرة وتساقطات ثلجية بكمية هامة، وان شاء الله تساقطات امطار حاضرة على اسف في خميس ود الحاج، امطار غزيرة ان شاء الله على ولاد فرس سيدي بنور اليوسفية دار بيضاء برشيد القارة بن سليمان الرمان الخميسات، امطار غزيرة معتبرة وتساقطات ثلجية على المرتفعات الاطلس باذن الله. وبيحتمل ان شاء الله ان تكون كذلك يوم الاحد تساقطات مطريه جد معتبره على برشيد الشيشاوة مراكش 16 خريبقة الجديدة والرباط زي سليمان وتطوان، امطار وغزيرة ومعتبرة ان شاء الله خلال الايام القادمة. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات وسوف تستمر هذه التساقطات.